بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء
فلحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله ونعم وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.